واو السنون اه بلون هيا هات شو اللي ماسكه بايده ها ابو زوجتي يا بابا وين بابا بالون بالون اعطيني اعطيني هات 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 با با يا بالون با با بالون يلا هات 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 سنود ها سنود هات 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 يلا هات ابا خلاص ابا ابا عسل مش خير هو مركز على هات اللقطة إياه لازق وليد. أنت وين كنت يا سنود؟ عبا. يلا نسوي تحدي تحدي إيش؟ إيش؟ البالون تحدي سنود والبالون بالون لازم إيه سنودية. با با لون. هاي الثاني يلا خذ الثاني يلا ايوه يلا هي هيك هذا شوف مشكلتي تعالي اصلو بنور اسند ابا ها ايوه خلاص سنود يلا نلعب تحدي يلا 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 سنود مع البالونات كلها يلا بنلعب تحدي يلا بلش بدي ترمي على طول اصبري يلا اصبري اصبري انا مجهز لكم تحدي يا اخوان ايوه شيء ما صار يعني امبوسيبل تمام انا كنت الغداء عند ابو نوار وجاي ركض هون عشان ايه التحدي التحدي شوف التحدي اوكي يا اخوان ايوه فاول شيء بدي بدكم تعطوه 1 2 3 سلام اوكي يلا. فواحد 2 3 سلام مو هذا الزلم عنده دار وهيك بيجوا عندنا انت شو نعم تفضل انا باجي العب عندكم اهو بكسب جوائز وفلوس ما عندنا ما لا 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 شكله اوكي اخوان زي ما انتم شايفين في عندنا خط هنا المفروض انه هذا المفروض اصبر اصبر دقيقه بس لا 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 طلع خرب كل شيء وليد مزيهم ابا وين ابا لا ابا ابا انت ارجع الساحه روح عافيه يلا مع السلامه الله معك خرب علي التحدي اوكي بابا وماما والاطفال الحلوين صغار جادي الطفل اياد والطفل جاد انا الطفل يلا اوكي اوكي شوفوا وانا جبت اسهم هناك اوكي او سهام 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 حمات وليد اوكي طيب ماشي وليد في عندك كم سهم هنا ستة بستة اوكي راح يكون على الدور تمام كل اثنين راح يلعبوا ضد بعض كيف راح يصير واحد حيوقف هون ياخذ هذا الصف لازم يفجرهم كلهم يعني كل واحد عنده لون راح عنده لون تمام واللي بيخلص اول في عنده البالون الكبير هذاك هذاك فيه جائزة اوكي تمام كل جائزة ما حكي بتشوفوها لا هذول فاضيين بس انتوا لا المهم لازم توصل لهديك يعني ما فيك اخر بالون هذا الابيض يا اياد ما فيك تفجروا عليه الا اذا فجرت اللي على الارض اعطيكم معلومه انه اللي راح يفوز اليوم بابا ليه؟ ليش؟ لانه بابا حدا دقيق صغير طيب يلا هلا بنشوف هاي تحتمل كثير من المعاني لا والله عن جد حتى لما بنروح على البر بيلعبوا لعبات الصيد هذا برضه عشان هيك اول اثنين راح يكونوا ماما وبابا لا 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 بلا بلا لا لا لا, 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 لا
اسمع ما انت ما اوكي وانا بدي زهر عشان اسود. ما انت زي صياد يمه. لا انا قناصه 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 امشي. اللهم صل على سيدنا محمد. ايوه انت الاصفر ولا الاخضر؟ انا الاصفر وماما الاخضر اكيد. انت جاهزين؟ انا واحد للثلاثه راح تبلشوا. واحد موسيقى تصويريه. اوكي هاي اصلا موسيقى حزينه. واحد اثنين ثلاث. الله الله عليكي الله عليكي. كانوا 11 لا 22 22 الله اكبر 22 دينار يعني 65 دولار اكثر كمان شوي 70 دولار تقريبا. لا طقتني عين ما شاء الله عين ما صلت على النبي. انا شو قلت لك قناص معلم. بس هو بالعاده والله هو بيفوز بالبر والله. بس بالبر ما حب الاجواء البريه. يلا هلا بدنا الجوله اللي بعدها. جاهزين؟ يلا جاهزين. طيب يا جماعه الان دوري انا الفنان عصام القناص ومساعده وليد. مساعده مين انت؟ عادي مساعد. يلا تعال نرجع. تعال كمان. وانا ما اسمع انا ما بعرف اقلص مش مشكلتي. انا لابس نظارات. يلا تعال ارجع المفروض اقرب. تعال جنبي. يلا جاهز؟ يلا واحد اثنين ثلاث. الله الله الجيم اللي بعده حيكون بين جاد وجنى تمام؟ بلا جاد وجنى. لا جاد وإياد. يا أعطي لجنى يا إياد. يا مستفز. إياد ما أكتب هيك سيبك منه. أنا عندي الأصفر. جاهزين؟ يلا جنى جاهزة؟ واحد اثنين ثلاث. يلا. الله عليك. الله عليك. وقف أنت وقف أنت وقف أنت. إيش في؟ يلا واحد. واحد. لحظة. لحظة واحد اثنين ثلاث. الله لا تقلقني. يلا امسك يلا اسرع ارجع لورا شوية يا اياد. ارجع يا جاد. يلا كم انت كم؟ 30. انا حاعطيك هلا 50 اوكي؟ عشان انت تشتري كمان من البوكفير بكره. هذول اشتري فيهم من البوكفير تبعوني.
اوكي اياد. لا شو لعبه كثير عشان لا غش ما بصير. لا لا مو غش مو غش. لا لا ما تفجروا ما تفجروا. لا 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 بدي اعطيك 50 دينار ليش؟ ما عنده اجر بيت وحفله وما بدي اعطيك دينار. خلاص اسمع بعد هذا بجيك هلا 50 بالون ضلك تفجر فيها وتعلم الرمايه. ليه؟ لانه الرسول قال لنا علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. فهذا نوع انواع الرمايه، ركوب الخيل البقيات اللي في البر. لا لا مو كذا. لا 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 احنا قياسا عليها. اوكي. بدي اجيب لكم خيل لما ارجع على البر. اوه انا جاهز. هو حصان ولا بغي؟ لا لا يعني هو بغي المحسن. يلا يلا اخر جيم اخر جيم جنى واكبر جائزه. ايوه. بابا وجنى. اوه ما جنى ما بقدر. طب يلا هلا بنشوف مختلفه. يلا اوكي جهزونا الساحه يلا الميدان يلا. ايوه اياد اياد خلينا الاخضر. يا شباب يلا واحد الله عليكم الله برافو. لا اشد خالد يلا عال بالكاميرا. هذا يضيع. خلينا نشوف. راح اعطيك اياهم والله. ها الله اكبر. شوف 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 هاي ثروه. الحمد لله عملنا اجار الشقه لهذا الشهر. 20 40 50 55 ونص. والنص كم ال 55؟ اصلا انا هدول النص لحبيبتي جنى حبيبتك وال 55 لحبيبتي مروه. وانت بقى عدلت بينهم على فكره. هي ما اعطتك ولا فلس من اللي فازت فيهم. مش مشكله. لا اخذوا منهم كل فلوسي لها. الله الرب يضحك. دايرين 10 دنانير بس لاخر الشهر. لا لازم اكل 10 فيهم. هيك عزيزي المشاهدين بكون عزمناكم على العشاء. لا هيك عزيزي المشاهدين عزم خالد على العشاء. هيك ايش احنا عزيزي وهيك عزيزي المشاهدين بكون وصلنا لنهاية الفيديو. دقيقة بس واحد في واحد بيجمع ثروة هناك. اخذ كل الفلوس. المصاب لك. ايوه المهم يا جماعة هيك بنكون لعبنا هذا التحدي الخفيف اللطيف. والله مو حلو التحدي صراحة. خطير قوي يعني صراحة لازم تجربوه. مش ضروري يكون الهدايا يعني تمام. وهيك يا جماعه بكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله تكون عجبكم. لا تستعملوا لايك شير سبسكرايب. بالضيافه للضيوف. بالضبط بالضبط. بس اذا حبيت التحدي ممكن نعمل جزء ثاني. نعمل جزء ثاني وتكون نور موجوده. يلا ما يكون عندك ضيوف. ومع السلامه. مع السلامه.